السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم في مقطع جديد، الحلقة رقم 7 من محاكي الستريمر. طبعا ضفت هنا مكيفات، شوفوا الحرارة كم صارت، نقلت السيت اب هنا لأن هنا كان في مشكلة، كل ما أنام أقوم من السرير أجي أصقع في الطاولة وتقلش ويخرب كل شيء. الحين نقلت البي سي هنا. طبعا هدفنا لليوم انه ناخذ بيت جديد. طبعا شوفون كم المبلغ اللي معاي، ما شفت الاسعار حق البيوت، خلينا نشوف يمكن نقدر نشتري يمكن ما نقدر. نروح هنا اساس نشتري بيت. طيب هذه البيوت الموجودة، هذا اول بيت. حلو، جايب لك سرعات النت، بس هذه والله ما ادري ايش رقم الغرفة. هذا توقع رقم البيت، وهنا البوست حق النت. طبعا هذا سعره، والله سعره رخيص، بس البيت بيت خايس. النت اسرع من اللي عندنا، كويس. طيب خلينا نشوف اللي بعده. يا ليل الهاكر، شوف احنا ما احنا خايفين الا على البيتكوينز حقنا، انا خايف يصرف البيتكوينز، لكن ان شاء الله ما نغلط. دبليو بي جي دي، دبليو بي جي دي، ابلع على عينك ابلع. طيب نرجع. هذا الشقق اللي في المدينة يا شباب، 6000، سعرها مرة حلو، الدت فيها خرافي يا عيال، مرة خرافي. طيب خلينا نشوف اللي بعده. الليه والله يا عيال، انا اشوف البيت هذا دايم، هذا البيت ممتاز، حتى البوست. خلينا نشوف اخر بيت، 17000. والله يا عيال يمدينا نطقه وننقل البي سي حقنا فيه يكون احسن. والله يا عيال انا باخذ البيت هذا، المبلغ معي اموري طيبة. طيب خلينا نحول الفلوس هنا، لا غلط، غلط، خلينا نحولها بالبطاقة. كريدت، يا رب ما يجينا الهاكر. كذا شريت، المفروض انه كذا انا اشتريت. طيب نرجع. حلو. كم رقم البيت؟ اتوقع هو البيت الرابع، ما ادري والله، اتوقع هو البيت الرابع. طيب باقي معنا 8000، خلينا نشوف في علينا فواتير ولا لا، ما عندنا فواتير. طيب خلينا نرجع. طيب يا شباب الحين اللي بيصير كالاتي، ابي انقل الاغراض في السيارة. خلينا اول شيء نحط الفلوس البنك، ابي انقل الاغراض السيت اب حقي كامل بانقله في السياره، وبنروح للبيت الجديد اللي هو الان نحدد عليه وينه. البيت الجديد اتوقع هذا رقم 5، تمام هذا هو اللي ظاهر لي ان هذا، والله بعيد عن المدينه بس ما عليه. طيب خلينا ننقل كل اغراضنا من البيت القديم ونروح على البيت الجديد ونرجع لكم. باخذ السيت اب كامل، طبعا ما ادري يمكن اخذ سرير، يمكن اخذ السرير يمكن لا، الله اعلم، بس باخذه احتياطا. البيت هذا بخليه للبيتكوينز كامل، يعني بشتري بعدين اجهزة بيتكوين زيادة وبخليه بس للبيتكوينز. المهم ننقل اغراضنا للبيت الجديد، اول ما نوصل البيت الجديد نرجع لكم. وصلنا البيت الجديد يا عيال، صدمنا اول ما وصلنا، صدمنا. حلو، السيارة تدخل، ايوه انزل من السيارة، الحمد لله على السلامة، هلا بي البيت الجديد. طيب من وين ندخل؟ ما اشوف شيء من البي سي. اوه يا عيال والله البيت كبير، حلو نايس. ايش ذا؟
خليني ارمي البي سي هنا دقيقة، نبي نشوف البيت مع بعض. اوه هذه الغرفة لها بابين. طيب هذه هنا وين تودي؟ هذا ممكن يكون حمام. والله هذه الغرفة مرة كبيرة. طيب هذه هنا غرفة كمان. انا اشوف، خلينا ننزل نشوف الدور الارضي. انا عكست ام هذا، المفروض اول نشوف الدور الارضي بعدين نطلع. طيب هذه غرفة صغيرة، يعني ممكن يكون مطبخ. هذه هنا كمان غرفة، هنا ما في شيء. هذا جراج، حلو حلو. طيب وين نضبط السيت اب حقنا؟ صدقوني يا عيال والله ما ادري، احترت ما ادري وين اوديه. الغرفة دي حلوة بس لا، احسها لا. هناخذ البي سي. الصالة تحت مرة كبيرة، انا افكر نخليها شو اسمه في الصالة. رميتها، نخليه هنا في الصالة. هذه الجهة تكون مطبخ، الجهة هذه السيت اب حقنا يكون فيها. يلا خلينا نضبط السيت اب ونرجع لكم. وبكذا يا عيال ضبطنا السيت اب حقنا في البيت الجديد، وخلينا نشوف. طبعا غيرت رأيي لان الطاولة احس كان شكلها غلط لما تيجي هنا، فخليت البي سي هنا. هنا خليت الحمام الله يكرمكم. باقي المطبخ، والله ما ادري وين اخلي المطبخ، بس ممكن اخلي الغرفة ذي مطبخ، او انه اخليه هنا. هذه الزاوية تكون مطبخ. غرفة النوم هنا فوق. طبعا في الحلقات القادمة بنضبطها، بناخذ سرير، بناخذ ديكور، بناخذ اشياء كثيرة. حاليا لاعبي مرة جوعان، فخلونا ندخل ونشوف شي ناكله. شغل البي سي، خلينا على السريع نروح نطلب لنا اكل. طبعا مطانيخ احنا الحين، خلاص ما عاد همنا شيء. عندنا بيت جديد، عندنا كل شيء موجود. خلينا نحاسب في الاكل ونشوف الانترنت السريع الجديد. وين الانترنت؟ وين؟ قولي يا عيال. ايش ناخذ؟ احترت. انا باخذ اسرع نت. والله ودي اخذ اسرع نت، خلينا نجرب. صح انها مخاطرة ب1000 دولار، اسمع عليه معنا فلوس. خلينا نحط بس الفلوس هنا. اشتر حبيبي يا حبيبي، خلينا نرجع الفلوس في ذا، لا نجيب العيد. ايوه رجع الفلوس هنا، نشوف السرعة حبيبي. انسى كلمة لود، شوف شوف السرعة. بيتكوينز والله سعره طيب، خلينا نبيعه. نروح ناكل دقيقة بس. ايش ابغى انا؟ اي صح، بحط الفلوس في البنك. خلينا ناكل على السريع ونرجع ناخذ الثلاجة. لازم ناخذ ثلاجة. دقيقة نبي نستخدم التواليت بس، ثواني. حلو، الآن نبي نشتري الأغراض اللي ناقصة للبيت. نروح على زمازار ونشوف ايش الأغراض اللي ناقصة للبيت. نحتاج نحط على الأثاث. ايش اللي نحتاجه؟ وين 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 هذي؟ شو ذي؟ غسالة؟ والله ما ادري اذا نحتاج غسالة ولا لا، لكن جيب ممكن نحتاجها. ايش كمان؟ التواليت موجود. كنب ممكن نطلب كذا شكل. ايش ناخذ؟ ايش 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 ايش؟ والله انا اشوف هذا شكلها حلو، اخذت لي واحدة. وايش كمان؟
نطلب من هذه واحدة نخليها ورا السيت اب، عشان لو جو اخويانا يبوا يتابعون معنا ولا شيء. نحتاج سرير، نبغى افخم سرير. وينه؟ هذا هناخذه. في شي ناقص اتوقع ما هو موجود. هذا ايش هذا؟ هذه رفوف، بعدين نشوفها اذا اخذنا فقرات وذا نشتري منها. انا متأكد انه انا قد شفت ثلاجة. هذه الثلاجة نبغى افضل ثلاجة. ايش هذه؟ افضل ثلاجة، اشتري افضل ثلاجة يا حبيبي. روح 8000 دايم المبلغ. والله شوف احنا قاعدين نصرف فلوس بس معنا، يعني ميزانيتنا تغطي وزيادة كمان. فتاكس ما عندنا. خلينا نروح ناكل لنلاعب. لا اكلنا، خلينا نروح ننام عشان توصلنا الاغراض الجديدة. حلو، نمنا الحين. خلينا ننزل نشوف الأغراض وصلت ولا لا. حبيبي وصلت هذه الثلاجة الجديدة. وين؟ طيب كذا تدرون وين أخليها؟ كذا خليها هنا كذا. تمام، كيف نستخدمها؟ ونحط الأغراض جوا. حلو 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 حلو، نايس نايس. طيب ايش كمان فيه؟ الكنبة، الكنبة هذه احنا قلنا بنخليها ورا السيت اب. الله ادري ان الشكل مرة خايس بس عاد ايش نسوي؟ هذا ايش اللي ايش ذا؟ الكنبة الثانية هذه نسوي لها كذا روتيت. خلينا نقرب عشان نضبط ال ايوه اللي السرير جديد. خليه بوسط الغرفة. هلا بي السرير، والله جامد يا عيال. ايش كمان فيه؟ هذه الغسالة. لان مستقبلا ممكن نشتري ملابس يحتاج يغسلها، ما ندري والله، لان انا شفت فيه ملابس. طيب باقي شيء كذا؟ خلصنا صح؟ ما عاد اتوقع في باقي شيء. خلينا ناخذ الاكل ذا بس نحطه في الثلاجة. ايش اللي ودي اروح اطلب اكل زيادة على اساس نرميه في الثلج. حلو حلو حلو. طيب شغل البي سي اول. انا قاعد اعاني يا عيال، تحكم اللعبة شوي متخلف. طيب ايش نبغى؟ ايوه نسيت، خلينا نشوف فيه. اوه جاتنا. ابلع على عينك. طيب نسددها اول باول، لازم فواتيرنا ندفعها اول باول مهما كان المبلغ. واللي يا عيال ارتفع السعر، بيع يا حبيبي بيع. طيب نرجع. وين 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 وين؟ انا ايش كنت ابغى؟ اي صح، نبي نطلب لنا اكل. طبعا الحين معنا ثلاجة، نبي نطلب من افخم واجود انواع الاكل، بس ما ادري ايش الافضل. يعني اشوف اسعار جدا مختلفة. طق من هذا من هذا من هذا. هذا ايش؟ استغفر الله العظيم، هذا ايش؟ لا لا ما نبي، شكرا شكرا. الله ما ادري وش قاعد اشتري يا عيال، اشتري بس. ايش كمان؟ ما ادري هو هذا اكل اوادم ولا والله ما ادري. اشتري
هذا عرفنا، هذا اكل الكلاب كنا منه. ايش في، انا كأني بالغت في الاكل والله واعلم. اسمع له، خلينا نشوف كم صار. واللي ب 500 اكل سلامات. اشتر يا حبيبي اشتر، مطانيخ معنا فلوس، فلوس معنا فلوس يا عيال. طيب ايش 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 خلاص يا عيال، وصلنا نهاية حلقتنا لليوم. اتمنى انها تكون نالت اعجابكم. طبعا شرينا بيت جديد، اثثنا البيت مع بعض. ايش كمان الحلقة الجاية، والله لحد الان ما ادري ايش الخطوة الجاية، ولكن ايش هذا. الو، شكرا انك دقيت الجرس. هذا الاكل يزرع من الارض والله يا عيال. انا تهورت في سلسلة الاكل، لكن بإذن الله بنرتبه في الثلاجة، ونشوفكم في الحلقة القادمة في أمان الله.